السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين ومستمعين قناة الريان. ساعتنا الصباحية من برنامجكم الصباح رباح مختلفة بباقة منوعة وملونة ومزهرة بالمواضيع الشيقة والفعاليات المفيدة والفقرات الخارجية. اليوم معانا أخوي عبد الرحمن المري من قسم التنبؤات والتحاليل من إدارة الأرصاد الجوية، واختي مريم المنصور من أكاديمية برايتون الدولية. ومثل ما عودناكم كل خميس معنا أخونا حمد الفياض في الفقرة السياحية، بيكشف لنا مكان جديد نقضي ونستمتع فيه في عطلة نهاية الأسبوع. ولا ننسى حوارنا مع ضيفاتنا في استوديو الصباح رباح، بالإضافة إلى علوم الجو وجولتنا اليومية على أهم ما ورد في صحفنا الصادرة صباح اليوم. بدايتنا في فقرتنا الخارجية بتكون مع نديم عبد الرحمن المري، وتفضل عبد الرحمن. شكرا يا نور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصبحكم الله مشاهدينا الأعزاء في يوم الخميس في إجازة نهاية الأسبوع، إن شاء الله تكون سعيدة. متواجدين معكم في قسم التنبؤات والتحاليل بإدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، وبالتحديد في مطار حمد الدولي. راح نشرح إن شاء الله ونتكلم عن حالة الطقس اليوم وهذا الأسبوع والأسبوع المقبل بإذن الله تعالى مع المتنبأ الجوي محمد الشمري من قسم التنبؤات والتحاليل. بيكلمنا أكثر عن حالة الطقس. محمد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور ويعطيك العافية. الله يعافيك. واليوم الخميس. نعم. متوقعين إن شاء الله طقس اليوم وخلال هذه الإجازة إجازة الأسبوع إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة اليوم طبعا يعني هو الرياح شمالية شرقية شمالية غربية، ما فيها يعني أي غبار، بيكون الجو زين لطيف، لكن الرياح بتستمر عالية يعني شوي. بالنسبة لبكرة الجمعة والأحد في طبعا نشاط في الرياح، وراح تكون من غبار إلى غبار مثار، وعندنا تحذير طبعا ما عندنا تحذيرات في السواحل، لكن البحر طبعا مرتدي البحر يوجد تحذير خلال فترة الجمعة والسبت. بالنسبة طبعا للغيوم والأمطار في توقعات من يوم الأحد، يعني في تكون سحب، لكن السحب يعني فرصة الأمطار فيها ضعيفة. يعني الأسبوع الجمعة السبت ما في شيء. الجمعة السبت لا، لكن بتكون في نشاط في الرياح، في غبار يعني اللي بروح مثلا عزبة ولا عنا يعني بيكون في نشاط في الهواء، فيعني يفكر مرة مرتين يعني يرجع يعني بمعنى توخر حذر يعني خاصة تكون في الرياح نشطة. أيوة. محمد يريد تشرح لنا شوي عن درجات الحرارة والرطوبة، يعني لاحظنا خلال الفترة اللي طافت تقريبا أسبوعين أو 10 أيام. أيوة. رطوبة عالية جدا كل حس فيها، يعني غير عن مكان في نص عشرة ولا آخر عشرة كان فيه هواء شمالي شوي. نعم. نسميه نسمة هواء العداء هواء، وكان الجو شوي بارد. تكلمنا شوي يعني إيش أسباب هذه الرطوبة وليه متى مستمرة؟ حلو. الحين إحنا طبعا مثل ما شرحت لك إن هاي الفترة هي الرياح شمالية غربية وما فيها رطوبة. سبب الرطوبة طبعا على دولة قطر هي الرياح الشرقية طبعا تزيد الرطوبة، وكانت الفترة اللي فاتت مثل ما قلت في يعني نسبة عالية في الرطوبة. تواجد هاي النسبة كان سبب الرياح الشمالية الشرقية والشرقية بشكل عام. لمتى مستمرة زي الشمالية الشرقية؟ هذا الله يسلمك، الحين يعني الحين احنا دخلنا في الجنوب الغربي خلال هالفترة، وراح يعني تخف من يوم الأحد وترجع مرة ثانية يوم الثلاثاء على شمالي غربي. هذه السرعات يعني او الرياح بشكل عام تكون متغيره يعني خلال هذا. تذكرنا محمد عن درجات الحراره في المناطق الرئيسيه يعني في الدوحه. أيوة. بشكل عام تقرب شوي بس. هذا الله يسلمك، هذه طبعا تراوي لنا يعني الحرارات والرطوبه في كل لو نتكلم مثلا هذا حق اليوم طبعا. ايوه هذه حق اليوم. في درجه الحراره العظمى والصغرى ونسبه الرطوبه. ايوه نعم طبعا العظمى يعني اللي متسجله في هالوقت، تقدر طبعا تدخل على الموقع وتشيك الحرارات بنفسك، واذا كان في اي تحذير الرياح بشكل عام، وهنا عندك المناطق مع يعني الرياح كم سرعتها والرطوبه والحراره، وهنا عندك طبعا الستلات اللي يراويك اذا كانت في غيوم او في تكونات يعني الغيوم كثيفه امطار. الحين شاهد في غيوم متكونه هنا محمد او هذا الله يسلمك، يعني هي في موجه غبار طبعا جايه لكن خفيفه ما راح تاثر علينا بذيك القوه، وفي طبعا غيوم يعني مثل ما تشوف هذه غيوم، هاي بعض الغيوم اللي على البحر.
بالنسبه للشاشه بعد اللي فوق وهذه الله يسلمك تراويلنا الرياح خلال فتره. طبعا هذا هو الموديل اللي احنا نشتغل عليه ونتنبأ منه وتكون قراءاتنا منه، وعندك كذلك معاه الرطوبه، يعني نسبه الرطوبه خلال الفتره التنبؤيه خلال 3 أيام 4 أيام على حسب البرنامج. نعم زين، الحين بالنسبه لمرتدين البحر خلال هالاسبوع داخل البحر في تحذير؟ داخل البحر طبعا في تحذير لان في رياح قويه وراح ترفع الامواج، فننصح انه يعني ما يكون في اي دخول البحر او دخول يعني جامد من البحر للصيد او اي هاي شيء يعني يكون يخص البحر. طيب بالنسبه لدرجات حراره الجمعه والسبت راح تكون منخفضه ولا نسبه الرطوبه نفسها او تقريبا نفس المستوى؟ بالنسبه للحرارات طبعا يعني راح نشوف ان في تبريد نسبي خلال الفتره، لان عندنا المرتفع الجوي السيبيري قاعد يدخل على المنطقه، ودخوله على المنطقه ياثر في بروده المنطقه بشكل عام، منطقه الخليج، وان شاء الله يعني نلاحظ يعني بروده نسبيه خلال الايام. والرطوبه مستمره يعني؟ الرطوبه ان شاء الله يعني على حسب، يعني مثل ما قلت لك الرياح الشمالية الغربية يعني تنهي الرطوبة في الدوحة وفي مسعيد وفي الخور، لكن على المناطق الغربية يكون فيها بعض الرطوبة والعكس كذلك. نعم مثل ما تشاهد يعني خلال هالفترة احنا ما شاء الله دخلنا الحين بداية 11، مثل ندخل يعني مرحلة انخفاض التدريجي للحرارة يعني بشكل ملحوظ؟ والله هي يعني احنا بنلاحظها شوي شوي، هي ما راح تكون صدمة برد فجأة مثل بعض الدول، لكن احنا يعني مثل ما تقول تدريجيا راح تكون البرودة في الجو. يعني في دراسة لهم يعني نص 11 اخر 11 ولا يعني هو مثل يعني مثل ما قلت لك الوسمي هو فترة انتقالية، بعد فترة الوسمي اللي هو معروف فيها انه 15 12 تخلص، هني يكون خلصت فترة الفترة الانتقالية ندخل في البرد، ندخل في البرد ان شاء الله في المربع يعني شهر 12 ان شاء الله. نعم رسالة أخيرة تحب توجهها لكل المشاهدين خاصة مرتادين البحر والبر الجمعة والسبت؟ وانا من ضمنهم، كنت بروح كشتة لكن شكلي بهول. لا انا والله انا رايح العديد ان شاء الله، ويعني اللي بيروح يتمشى وكذا عادي يعني ما في اي مشكلة، هو الجو راح يكون يعني مغبر بس الواحد ياخذ حيطه يعني. أيوة هو الرياح طبعا ما راح تتعدى 18، راح يكون في موجة رياح بس في وقت الظهيرة توصل لها 25 وقت الذروة. ايوه توصل 25 درجة احتمال يعني، اما الباقي لا طبعا راح تكون من 10 ل 18، وفي الليل طبعا تقل من 8 ل 12 هاي السرعات اللي راح تكون موجوده ان شاء الله. كل الشكر للمتنبأ الجوي محمد الشمري من قسم التنبؤات والتحاليل في اداره الارصاد الجويه بالهيئه العامه للطيران المدني في مطار حمد الدولي. تكلمنا عن حاله الطقس لهذا الاسبوع، ان شاء الله العلم عند الله طبعا الاول والاخير هو التنبؤ. حاله الطقس ان شاء الله راح تكون ان شاء الله تكون حلوه خلال هالاسبوع، فرص الامطار تتكون باذن الله تقريبا من يوم الاحد المقبل. هذا ما عندنا يا نور، ونرجع لك ان شاء الله بالصوت والصوره الى استديو صباح ربح. يعطيك العافيه اخوي عبد الرحمن، وكل الشكر حق ضيفك ومشاهد مستمعين. سمعنا اخبار حلوه عن الجو هاليومين، ان شاء الله يزين منها للأفضل بإذن الله. والحين خلونا ناخذكم في جولة سريعة لأبرز عناوين صحفنا الصادرة صباح اليوم. مشاهدينا ومستمعينا، عندنا الجريدة الأولى هي الشرق والخبر الأول في الشرق. صاحب السمو يترأس الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمارية، مناقشة تنفيذ الاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، وبحث آخر مستجدات شؤون الطاقة وسياسة الاستثمار الخاصة بجهاز قطر. الخبر الثاني، سموه اطلع على أحدث التقنيات الأمنية. صاحب السمو يزور معرض ميليبول قطر 2016. والخبر الثالث، جامعة حمد بن خليفة تطلق هويتها الجديدة وخطتها الاستراتيجية لعشر سنوات. الشيخة هند، توفير تعليم بحثي عالي الجودة للطلاب، والخطة العشرية تهدف لتحقيق التنمية المنشودة في جامعة حمد بن خليفة. ودكتور أحمد يقول ملتزمون ببناء منظومة متكاملة والعمل على البحوث والتعليم لتلبية احتياجات قطر. الجريدة الثانية هي الراية، والخبر الأول في الراية. مجلس الوزراء يستعرض خطاب سموه ومحاور الاستراتيجية الوطنية الثانية، خطط وبرامج لتنفيذ توجيهات صاحب السمو أمام الشورى. رئيس الوزراء
يوجه بوضع التوجيهات السامية موضع التنفيذ، رؤية شاملة ومنهج تخطيطي سليم وتنسيق بين الوزارات للتنفيذ. ومن القرارات الموضوعة أمام مجلس الشورى الموافقة على تعديل تشكيل لجنتي الموارد المائية وإدارة منفذ أبو سمرة، وإلغاء شرط أن يكون لمزاولة أعمال الدلالة مكان في السوق المركزي، ولجنة لتسيير مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت تتبع هيئة تنظيم الاتصالات. الخبر الثاني في محليات الراية، ضمن خطتها السنوية في المناطق الخارجية التخطيط العمراني 26 موقعا جديدا لأسواق الفرجان، تخصيص 44 موقعا في 10 مناطق بالمرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية تتضمن 40 موقع في 14 منطقة، وأيضا المرحلة الثالثة 66 موقع في 21 منطقة، وتعمل حاليا من خلال المرحلة الرابعة على انتهاء من دراسة المواقع. عندنا الخبر الثالث من محليات الراية، ضمن خطتها السنوية البلدية توزيع 5531 قسيمة أرض قريبا، 3529 في جنوب لوكير، و1283 غرب أم صلال، و399 في الكعبان، و4448 طلبا على قائمة الانتظار، وتوزيع 8472 قسيمة حتى مايو الماضي. عندنا الجريدة الثالثة هي العرب والخبر الأول في العرب، دعت الجمهور لحضور حفلة تدشين. مؤسسة قطر تستخدم تقنيات ثلاثية الأبعاد لعرض سراج. طبعا سراج هو مسلسل تربوي ترفيهي جديد، ويقام الحفل حفل التدشين بإذن الله اليوم يوم السبت الموافق 5 نوفمبر في ساحة الاحتفالات بالمدينة التعليمية في تمام الساعة 5 مساء، وتدعو المؤسسة جميع أفراد المجتمع للمشاركة في هذا الحفل. عندنا الخبر الثاني، لدى افتتاح مركز خدمات الخور مدير الأمن أربع مراكز خدمات جديدة باللؤلؤة وراس لفان ورويس. عندنا الخبر الثالث من العرب، الثقافة تنظم جلسة حوارية لصياغة مسودة قانون تنظيم العمل الشبابي، وطبعا هذا يهدف إلى إيجاد قانون يمنح الفرص للشباب لإطلاق مبادراتهم. عندنا الجريدة الرابعة هي لوسيل، عندنا الخبر الأول، تخصيص جائزة لأفضل الأعمال الريادية خليفة بن جاسم، دراسة إنشاء شركة تركيا الخليج القابضة. والخبر الثاني من لوسيل، بعد مرور عام على تطبيق النظام خبراء للوسيل، حماية الأجور نقلة إيجابية على صعيد الأعمال، تعطي مصداقية للاقتصاد القطري وتزيد من الاستثمار وانعكاسات إيجابية على قطاع الإنشاءات وشركات المقاولات. الخبر الثالث من لوسيل، يتضمن تطوير الإطار القانوني والتشريعي الاقتصاد، تصدر دليلا توعويا لحماية المنافسة في المناقصات. وعندنا الاستفادة من الممارسات الدولية في السلوك التنافسي ومكافحة تلاعب الشركات. الجريدة الخامسة والأخيرة هي الوطن من جرائدنا الخمس، 50,000 مراجع لعيادات السكري العام الماضي، بروفيسور عبد البديع أبو سمرة افتتاح المركز الوطني لعلاج السمنة العام المقبل بإذن الله، مستحضرات خطيرة تباع وتحوي أدوية مجهولة، وفجوة بين الأبحاث والتطبيق للعلاج بالخلايا الجذعية، وفي دراسة تأكد أن قشر العنب يقلل نسبة السكر من الدم بعد الطعام. هذه جدا معلومة حلوة، والمحافظة على صحة جسم الإنسان مشاهدينا ومستمعينا بشكل ككل، يعني أي شيء مذكور في القرآن حلو أن الواحد يأكله وبيحس بتحسن، يعني إنسان مريض ولا سليم. عندنا الخبر الثاني في الوطن الاقتصادي، نصفهم تقريبا خليجيون، هيئة السياحة تقول 2.1 مليون زائر لقطر في 9 أشهر، والسعودية الأكثر تصديرا للسياحة إلى قطر،
متوسط الإشغال الفندقي يسجل مستوى 61%، هذا المستوى جدا مرتفع. وعندنا الخبر الثالث من جرايدنا ومن تحديد الوطن، معايير إضافية تفرضها الهيئة العامة للسياحة، فنادقنا تطور مرافقها، طبعا تطور مرافق ذوي الاحتياجات الخاصة. عندنا فندق ويندام ريجنسي مجهز بكافة مرافق لتوفير تجربة متكاملة لهذه الفئة، غرفنا مجهزة لاستقبال فرق رياضية عالمية من ذوي الاحتياجات الخاصة، ونوفر قوائم طعام خاصة للمكفوفين في مطاعمنا وخدمات متطورة أخرى. مشاهدينا ومستمعينا، هذه كانت كل علوم جرايدنا لليوم، خلونا نروح فاصل سريع وراجع لكم. حياكم الله مشاهدينا من بعد الفاصل، ومن علوم الجو خلينا ننتقل الى اكاديميات برايتون الدوليه اللي انقلت تجربه تعليميه جديده ومميزه الى قطر. خلونا نتعرف اكثر على هذه الاكاديميه مع اختي مريم المنصور. يا اهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، صبحكم الله بكل خير وسعاده ونور. واليوم احنا موجودين في اكاديميه برايتون الدوليه اللي قدمت او يابت القطر نوع جديد من انواع التعليم وهو المنهج البريطاني، وبعد استخدمت كادر تعليمي واداري خاص من كندا. خلوني اتكلم عن هذه الاكاديميه مع الاستاذه نوره حمد المناعي المستشار التربوي للاكاديميه. حياك الله استاذه نوره، صبحك الله بالخير. اهلا وسهلا اختي مريم، شرفنا بوجودكم معنا اليوم. شكرا لك استاذه نور. اعطيني بدايه فكره عامه عن الاكاديميه ومتى انشاتوها. والله الاكاديميه جديده وحديثه، واحنا كان هاي التخيل او التصور لوجود مثل هاي اكاديميه في قطر كان حلم لنا، والحمد لله تحقق. يعني الاكاديميه لها طابع مميز اللي هو يعني هي نظام بريطاني لكن في نفس الوقت ذات طابع اسلامي. يعني الركيزة الأولى يرتكز عليها الشريعة الإسلامية واللغة العربية في المقام الأول، بالإضافة موازي لها اللي هو التعليم أو المنهج البريطاني. وطبعا يعني تعرفون متطلبات الحياة الحين اختلفت عن السابق، فلا بد يعني أن الإنسان يمشي مع هذا التطور ومتطلبات العصر. المنهج البريطاني ليش؟ لأن يعني أصبحوا الناس كثيري الحركة، يعني العالم متحرك، فيوم إحنا في قطر يوم ثاني ممكن مبتعثين، يوم إحنا يمكن في رحلة دبلوماسية أو ما يعني ما شبه ذلك. يعني أستاذة نورة صادفكم وايد أشخاص قطريين أرادوا مثلا مثل ما تفضلتي بعثة سفروا برا وخذوا معهم عيالهم؟
أكيد يعني تعرفين لأن لازم يعد الإنسان للتنقل، يعد للتواصل أيضا، فلما أنا أروح أتواصل مع غيري من يعني أشخاص في العالم لابد يكون عندي هوية مميزة. فالطابع الإسلامي اللي خدته المدرسة إن شاء الله والطابع العربي إضافة إلى اللغة الإنجليزية طبعا هو ما يميزها، وإحنا حرصنا كل الحرص إنه يكون الكادر الموظفات والمعلمات يكون هما يعني ذات مثلا جنسيات أجنبية لكنهم مسلمين، يعني عشان نحرص إن الثقافة اللي نقلونها والمعلومات اللي نقلونها يكونوا حريصين إن تكون في المصب أو في المجرى اللي تهدف للمدرسة. طيب أستاذة نورة كلميني عن متى أنشأت المدرسة وشلون شفتي طلاب أول سنة؟ والله يعني البنات يعني الصراحة اللي نوجدوا عندنا يعني الروضة أول والروضة الثاني وبعدين واحد واثنين ثلاثة من سلم التعليم، هذه المراحل التعليمية اللي عندكم موجودة حاليا؟ نعم، لأن السنة الجاية يمكن يكون عندنا للسادس على حسب يعني الطلب أو وجود التلاميذ. التلاميذ جدا مرتاحين في المكان، تعرفين يحسون صح انها مدرسه خاصه لانهم هم متميزين سواء كان في المبنى في يعني الرفاهيه والاشياء الموجوده في المدرسه، فيعني عندهم اكثر من ملعب، عندهم ملعب رمل وملعب فيه اجهزه وعندهم برك سباحه ثنتين، طبعا هذا شيء يعني يعتبر عندهم من الاحلام. طبعا الاطفال لما يتعرفون على المدرسه خاصه في الاسبوعين الاولانيين كانوا يعني احنا معطينهم مطلق الحريه ان يتنقلون ويتعرفون على كل قسم من الاقسام بصحبه مدرساتهم، ففي بعضهم تقول يعني تمشي على السلم وتقول يعني اي يعني ان ذا ماجيك بليس ذيس از ا كاسل، يعني فكانوا يتخيلون اشياء، تعرفين الاطفال خيالهم واسع، فيعني سعدنا انهم مستمتعين في المكان، وهذا ترى وايد له اهميه ان الطفل يتقبل المكان عشان ياخذ منه، والحمد لله ان شاء الله احنا ماشيين ان شاء الله على هالدرب ان شاء الله باذن الله. استاذه نوره كلميني عن اشراك اولياء الامور في العمليه التعليميه، كيف تشوفين تفاعلهم؟ شوفي يعني الواحد ياخذ علمه ما يطبقه وايد صعب وما استفاد، لكن احنا نعتبر هذا البيت حاضن كأنه بيتهم، فأولياء الأمور دائما مفتوح الباب لهم، يوم صحبة الأطفال ممكن تحضر درس من الدروس، ممكن هي تشوف نشاط من الأنشطة، ممكن هي أيضا تعطي يعني مشاركة فاعلة مع المدرس، ما عندنا أي مشكلة في هذا، وهم مستمتعين، وحتى نحن مسوي لهم ركن خاص لجلستهم بحيث أنهم لما يجون يحسون أنهم في بيتهم، ما يحسون أنهم جايين المدرسة، والحمد لله يعني التوفيق من رب العالمين. الحمد لله. أستاذة نورة شنو الفرق بين المنهج البريطاني والمنهج اللي عندنا؟ شوفي هو طبعا كله علم، بس إن يكون هناك مصاحب اللغة، يعني هاي اللغة الإنجليزية لغة عالمية، فما يصير إنسان أمي بالنسبة لهذه اللغة، وطبعا يعني إحنا بجانب اللغة الأولى عندنا هي لغة يعني العربية لغة القرآن أول حاجة يتعلمها الطفل، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية يتعرف عليها على المعلومات الخارجية لما بيفتح نت ولا بيفتح مكان في أشياء كثيرة غير مترجمة، فهذا إحنا نعطيه أدوات أنه ممكن تصل في العالم الخارجي بكل سهولة بإذن الله. أستاذة نورة شنو هي خلينا نقول طموحاتكم غاياتكم شنو تبغوا توصلوا له؟ يعني الحمد لله يعني الهدف الأول نحن نوجد أمهات يعني عندهم يملكون من القيم ما يحافظون على هوية هاي المجتمع، إن شاء الله يعني تعرفين الصغار وايد يأثر فيهم التربية والتنشئة، فلما يحبون هذه المدرسة ويحبون طريقة التعليم فيها إن شاء الله بيأخذون الكثير مما يعني نتمنى إن شاء الله بإذن الله. كلمة أخيرة تحبين تقولينها للجمهور أستاذة نورة؟ والله أنا أدعوهم أن يجون المدرسة ويعني ويصاحبونا ويشاركونا في المكان، مو بشرط يكون عنده طفل، أيضا المشاركة سواء كان بالآراء أو بالحضور أو حتى على النت يعني يخاطبونا، وهاي شرف لنا أن يعطونا أفكار ويعطونا نصائح ما يحبون أن تكون عليه المدرسة. الله يوفقكم أستاذة نورة، كل التوفيق لكم ولطلابكم. مشاهدينا كانت معي أستاذة نورة حمد المناع المستشار التربوي للأكاديمية، الله يوفقهم. مثل ما قالت البنية الصغيرة we are in the castle، إحنا في قصر بالنسبة لها، المكان وايد حلو حق أطفالكم، حياكم المدرسة جربوها. وهذا كل ما عندي، أرجع زميلتي في الاستديو. يعطيك العافية أختي برية، من كل الشكر حق ضيفتك، تجربة حلوة وجديدة. والحين خلونا ننتقل لموضوع آخر جدا ومهم،
قطر تستحق الأفضل من أبنائها، عبارة لخص فيها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الكثير، ورسم من خلالها طريق باللي تبيه قطر منا واللي نبيه من قطر، وهذا من خلال الكلمة اللي ألقاها سموه في افتتاح دورة الانعقاد 45 لمجلس الشورى، العطاء المتبادل هو أساس النجاح. ومثل ما عطتنا هالأرض الطيبة وما بخلت على أهلنا وعلينا وعلى عيالنا، طبعا بحاجة وإحنا مطالبين أن إحنا نرد لها هذا الجميل ونعطي الأفضل والأحسن والأكبر لهذا الوطن، من طبعا من جميع النواحي، بيتنا، عملنا، سلوكياتنا، كيف يتم هذا العطاء من خلالنا وما نكتفي عند نقطة معينة. بنعرف الجواب مع ضيفتنا الأستاذة روضة القبيسي خبيرة التنمية البشرية. يا هلا ومرحبا بك. يا مرحبا فيك. بداية الكلمة اللي ألقاها سموه جدا كبيرة ومعبرة، وهي طبعا هذه العبارة لها سمة كبيرة وأهداف كثيرة ونقاط جدا متفرعة، يا ريت نشرحها. بداية أول شيء أشكر قناة الريان وبرنامج صباح رباح لاستضافتي. كثير من الناس اللي يعرفوني شخصيا يدرون إيش كثر كنت أنتظر سنة ورا سنة للخطاب سمو الأمير البلاد المفدى لأي افتتاح منعقد لمجلس الشورى. وبالفعل كانت الكلمة هذه رنانة، رنت في على مسامع جميع منهم على أرض الوطن وأيضا الدول المجاورة والشقيقة. لما الجملة التي استثارت جميع من أعرفهم داخل الوطن وخارج الوطن هي قطر تستحق الأفضل من أبنائها. صحيح. جملة لمجازتها والقصر المفردات اللي فيها لأنها تحمل معاني جدا عميقة وتستهدف أبنائها. لما الناس يسمعون كلمة أبنائها يتبادر لذهنهم الأبناء هم اللي في العشرين ودون ذلك، بالعكس كانت كلمة تستهدف جميع منهم على أرض دولة قطر وجميع الفئات العمرية، خصوصاً يعني قطر صدق هي دولتنا لكن في نفس الوقت أمنا، يعني ما فمدام هي أمنا يعني ما في فئة عمرية محددة في هذا الخطاب. دولة قطر تشوف أبنائها، أبنائها منهم على أرضها من مواطنين، من مقيمين، من كبار السن، من شباب، من رؤساء، من منفذين، من مهنيين، من جميع أفراد المجتمع وفئاته المتنوعة. أي أن يكون بالفعل عطائهم للدولة يكون عطاء متجلي، ليس من أجل المال فقط بل لأجل استمرارية العطاء واستدامة التنمية في دولة قطر. نعم. إنزين، إذا جينا نتكلم عن تكلمنا عن الفئات العمرية وتكلمنا أيضا عن المناصب، يعني ما في نقطة معينة نوقف فيها عند هذا العطاء، يعني ما يقول خلاص أنا وصلت هذه المرحلة ولا وصلت أنا على هالمكتب ولا وصلت أي كان ويوقف، لازم الاستمرارية في العطاء كيف تكون؟ أختي سبحان الله الدولة وفرت لنا التعليم، التدريب، التأهيل لاعتلاء المناصب وأيضا المناصب القيادية. لمني أنا أكون متخصص في مجالي وأقتصر بأن عطائي يكون في داخل أورقة الإدارة وأيضا للمؤسسة اللي أنا أنتمي لها، أنا أكون ما تجليت بعطائي للوطن. نعم. لمني أكون، لنضرب مثال، مثلا أحد متخصص في الموارد البشرية أو التنمية البشرية، إذا اقتصر خبرته ومعرفته فقط للإدارة أو للمؤسسة اللي ينتمي لها، أين عنه؟ يعني أين مكانه في المجتمع؟ صحيح. أين مكانه لأبناء المجتمع؟ أين هو العطاء؟ لما يكون عطائي في كل مكان، في وسائل الإعلام، في الشارع القطري، أيضا تمثيلي للدولة خارجية، في معارفي للدول الشقيقة وأيضا المجاورة. صحيح. العطاء للدولة كل واحد في قسمه، يعني حتى إحنا هني ولا إحنا في مكان ثاني، لكن موجودين على هالأرض. زين، شقد مهم أنه ما يقتصر بس أنا بشتغل وباخذ راتب وبقعد في البيت. يعني هذه أحس أنه أنا وصلت عند هالنقطة وستوب، ما بيأكمل. أي الإنسان في حياته لأنه في داخله حب الوطن، ولما ياخذ في مفهومه كلنا قطر، يعرف من مجال تخصصه أنه هو لازم يمشي على خريطة واضحة يقدم فيها العطاء بصورة لا مركزية، يستهدف بذلك رسالته المركزية بأنه يعطي جل ما قدمته له الدولة من عطاء للجيل القادم وأيضا لأشقائه وزملائه، وأيضا يمسك يدا بيد لأبائه وأمهاته أينما وجدهم في أي مكان في دولة قطر أو خارج دولة قطر. حلو. لازم تكون هذه الخارطة اللي يرسمها بتخطيط استراتيجي، أيضا أني أنا أعرف
داخل بيتي شنو لازم أكون مع أبنائي، مع أخواني، مع خواتي، مع أهلي، وأيضا في مهنتي، وأيضا لما أكون متواجدة اجتماعيا، وأيضا في الفعاليات المجتمعية في الدولة. لما أرسم هذه الخارطة بصورة استراتيجية بأن أقدم العطاء وهذه المعرفة وهذه الثقافة، ألقى حتى لو كان قطرات أو خطوات بطيئة، راح أنقل هذه العدوى لجميع منهم تعرفوا بي أو لامسوا هذا صدق الرسالة فيني، إن بعد 20 سنة أو 25 سنة راح نلقى أبنائنا وبناتنا أخذوا هذه العدوى وأصبحت ظاهرة عدوى جميلة الصراحة. إنزين، لكن إذا نتكلم يعني أنا عندي طريق أرسمه، إنزين أبي أوصل حق نقطة عشان أحقق نجاحي، إنزين أكيد بتصيدني أمور في الحياة ولازم هالأمور ما تخذلني عن طريقي وأكمل وأستمر لين ما أنجح، وإذا نجحت بعد أفكر في مثلاً أوكي أنا نجحت في مجال الإعلام وصلت إني أنا أكون مذيعة، لكن شو الأشياء اللي أحبها؟ يعني أحب الفن، أحب الرياضة، إيش قد مهم إني أنا أكون متفرع بعطائي لهذه الدولة؟ أكيد متفرع العطاء بهذه الدولة، أولاً إني أكون مثقف، إني أنا أكون قدوة ومثال حسن لأبنائنا وإخواتنا، أيضاً إني أكون متخصص في مجالي المهني، مثلاً تخصص الإعلام وطوعه بأن يكون خير الرسالة، وأيضاً قناة الريان ما تقدمه من حفاظ على العادات والتقاليد والهوية الوطنية جداً متجلية في ذلك، أيضاً هذا مساهم لتعزيز الهوية الوطنية وأيضاً الانتماء وأيضاً عمق الرسالة المقدمة للمجتمع. كل ما كنا متخصصين وأيضا في داخلنا الرؤية الواضحة والرسالة والخطة الاستراتيجية، يستطيع الفرد داخل بيته بأن تكون هذه قيم ثابتة، وأيضا يكون منفتح المدارك بأن يأخذ المعلومات ويكون متعامل معها بشكل جدا مريح، وأيضا ما يكون صدامي مع مجتمعه في التعاطي مع هذه المعلومات. أكيد. إنزين، إذا نتكلم عن الثروة وحدها لا تكفي والمواطنة انتماء، عبارات ذات دلالة طبعاً. زين، كيف أنا أفهم هذه العبارات وكيف أطبقها في أرض الواقع؟ الموارد البشرية أو المورد البشري، مهما الشخص أعطيتيه ملايين أو المليارات وهو ما عنده العلم، ما عنده الثقافة، ما عنده الرسالة، ما عنده الهوية الوطنية، ما عنده الانتماء لمجتمعه، هذا المورد لابد أن يأتي يوم وينتهي ونرجع، ويكون المجتمع مغلف بمفاهيم عشوائية وأيضا ما لها هذه الصدق والانتماء والاحتواء لأبنائه ومن هم على أرضه. لكن لما أقول المورد البشري أعلمه وأدربه وأثقفه وأهله وأيضا أنمي فيه روح الهوية الوطنية وأيضا العطاء، هذا بالفعل قاعد أزرع وأسس وبالفعل أزرع في المجتمع ككامل روح الاستدامة. يعني من كلامك أن العقل هو المورد الأساسي اللي إحنا لازم نعطي دولتنا الحبيبة منه. كلمة أخيرة توجهنا لجميع من يشاهدنا أو يسمعنا من الصباح الواحد. دولة قطر عطت وأيضا تعطي داخل الدولة وخارج الدولة، ودائما قلبها منفتح وأيضا دائما يدا بيد بروح إنسانية لمؤازرة جميع الشعوب. علينا إحنا كشعوب على أرض دولة قطر أن نقدم ونعطي، لأن في رقي هذه الدولة هي رسالة سامية وإنسانية لا تقتصر على فقط منهم يعيشون على دولة قطر. علينا ندرك أن إحنا على هذه الأرض نتجلى بصورة إنسانية بالفعل، رسالة تسمو إلى أعلى آيات العطاء والوفاء لهذه الدولة. يعطيك العافية روضة القبيسي خبيرة تنمية بشرية على هذه الكلمات الجميلة والمحمسة والمحفزة أيضا. مشاهدينا مستمعينا، ما زالت فقرات الصباح الواح مستمرة معاكم. إذن انتظرنا بعد الفاصل في جولتنا السياحية الأسبوعية. Thank you.
يا هلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا. من بعد الفاصل خلنا ننتقل حق موضوع الأعمال الخيرية. تتعدد أعمال الخيرية طبعا في بلادنا، فالكثير من أصحاب المشاريع يسعون إلى إقامة معارض لصالح جهات خيرية. وبالأمس تم افتتاح المعرض الخيري من مركز الزينة الصحي، ولمعرفة المزيد معنا اليوم في الاستديو هاجر علي سكرتيرة ومتحدثة رسمي باسم المعرض الخيري طبعا في الصالون المركزي زينة الصحية. هلا ومرحبا بك اليوم معنا. يا هلا فيك اختي هاجر. في البداية أنا بنتكلم عن المعرض الخيري بشكل عام. المعرض هو مقام في مركز الزينة الصحي للسيدات. حلو. مركز الزينة الصحي للسيدات هو عبارة عن صالون، وهو عبارة عن سبا، وهو في نفس الوقت متواجد فيه قاعة. هذه القاعة هي القاعة اللي نحن ننظم فيها المعرض. طبعا المعرض هو بالتعاون مع قطر الخيرية. ريع المعرض هو يعود لأيتام القدس. أوكي. وبالنسبة حق المعرض مدته من تاريخ 2 إلى تاريخ 5. طبعا مش اول مره هذا المعرض يقام. لا مش اول مره، يعني نحن تقريبا ننظم المعرض شبه سنوي، يعني تعتبر هاي السنه الخامسه على التوالي بالاشراف مع قطر الخيريه. حلو. بس من وين جات فكره المعرض الخيري؟ يعني المعرض الخيري هي سيده الاعمال شمه الكعبي هي اللي مشرفه بالنسبه لهذه الامور. مركز الزينة الصحي هو على مساحه واسعه، فسيده الاعمال تحاول قد ما تقدر ان هي يعني تتوجه لهذه الأمور، يعني ما يكون فقط الربح مادي، يكون الربح إنساني والربح خيري. نعم. وقطر الخيرية دائما تحاول أن هي تدعم هالأمور، وتدرين يعني هذه الأمور جدا تساهم في تنمية المجتمع. صحيح. إنزين. وفي نفس الوقت المعرض يضم التاجرات، سواء كان من أصغر تاجرة لأكبر تاجرة، يعني أصغر تاجرة مبتدئة وأكبر تاجرة معروفة، فوجودهم تحت سقف واحد في نفس المكان بالعكس يساهم انهم يتعرفون على بعض، انهم يدعمون بعض. نعم. وفي نفس الوقت يثري المجتمع ان في تعاون ما بين بنات قطر والمعرض. يعني كل التاجرات الموجودات كل بنات التاجرات قطر. نعم، هم مبدعات من بنات قطر. سواء ويضم المعرض يعني معرض شامل، معرض متكامل. يعني تقريبا كم تاجرة؟ 25 تاجرة ما شاء الله. 25 تاجرة تعرض العبايات، تعرض الاكسسوارات، تعرض المستلزمات النسائية. بالإضافة أن اللي حلو في المعرض أن اهتمينا بالركن الطفل. يعني وهذه نادر ما يصير يعني كمعارض، يعني دائما لما نحن نسمع معرض أوكي معرض يكون يعني معرض تجاري أكثر ما يكون يهتم، نحن نهتم بالطفل ونهتم بالكبير وبالصغير. نعم. إنزين، فعندنا نحن ركن خاص بالطفل، وهي عبارة عن مكتبة متنقلة. هذه المكتبة المتنقلة فيها كتب، فيها قصص، يعني على لما تكون الأم متواجدة في المعرض الطفل بعد يعني يكون مستفيد من وجوده. نعم، في المعرض. نعم، فكرة وايد حلوة. هذه هو، فيكون مستفيد من أي ناحية يعني. وفي نفس الوقت فيها ورشة، هذه الورشة عبارة عن ورشة مصغرة، عبارة عن دمى صغيرة هو يصنعها بنفسه، ولما يخلص منها ياخذها معه. يعني حلو بعد يستغل الوقت يتعلم شيء ويسويه وياخذها معه. فعلا هذه هو وايد حلو. لكن اذا نتكلم عنك يعني التنسيق بين عمل الصالون وايضا اقامه المعارض، يعني انا اعرف اقامه المعارض يعني يبي لها وقت كبير، وفي نفس الوقت انشغال وتفريغ تام، وايضا عمل الصالون جدا امر حساس، شلون تجمعين بين الاثنين؟ فعلا هو هذه الامور تجي من الخبره، مثل ما قلت لك سيده الاعمال اللي هي تشرف على هذا الموضوع. نحن نشتغل مثل ما قلت لك على مساحه واسعه، هذه هي يعني عندك الصالون منفصل عن القاعه، هم في مساحه واحده. اوكي. فعمل الصالون ابدا ما يعيق عمل المعرض. نعم. وبالعكس يعني العمل يعتبر يعني تعاون ما بين عمل المركز الصحي وعمل المعرض نفسه. نعم. يعني الصالون نشاطه مستمر والمعرض نشاطه مستمر، وجود المركز الصحي في مكان المعرض يعني يخلي الناس كلها تعرف انه فعلا في معرض في مركز الزينة الصحي. بس ما يستوي عندكم ضغط مثلا ان التفرغ لازم حق بعد حق المعرض واثناء قيام المعرض، وايضا الصالون يكون شغاله في نفس الوقت، شلون تقدرون تجمعون بين الحاجات كلها السبا والصالون والمعرض؟ مثل ما قلت لك هو وجود الكوادر كلها اللي موجوده في المكان ما شاء الله. يعني مركز الزينة الصحي يعني في تقريبا يعني 30 الى 40 شخص، يعني بالاضافه للاشخاص اللي هم دائما يحاولون انه خلاص انه هو مركز بالنسبه حق المعرض انه هو معرض خيري الكل يشارك فيه،
الكل يتطوع فيه. والحلو فيه انه في نقطه مهمه جدا، ان قطر الخيريه لما هي ترعى هالامور هي تجيب المتطوعات من سواء من جامعه قطر ولا من البنات، بناتنا بنات قطر، ان هم يتطوعون كمساعدات في المعرض الخيري، يكتسبون منها الخبره ويكتسبون منها عمل روح الفريق في المكان نفسه. نعم زين، حلو انكم تستغلون بعض طالباتنا في خطط لهم ساعات تطوع، هي عباره عن 4 ساعات، هاي ال4 ساعات هم يجون ويتطوعون فيها في المعرض، وبالعكس يساهمون في عمليه الاداره، في عمليه البيع، في عمليه التنسيق، في يعني وجودهم بالعكس يعني يحسس ان الكل متعاون مع بعضه. نعم حلو. ومجرد ان لما يكون عندك يعني معرض، وهذا المعرض هو معرض خيري، ومعرض يعني في النهايه ريعه يكون لجهه خيريه، نعم. تحسين ان الكل يبي يساهم فيه، صحيح. ان الكل يبي يدعمه، ان الكل يبي يوصله، يعني يوصله لمرحله ان في النهايه يعني هذه هي التعاون اللي يتم بين الجهات، وهو التعاون اللي هو اللي يثري المجتمع، يعني وهذا الهدف اللي نحن فعلا نسعى له. وايد هدف سامي وحلو. لكن اذا نتكلم يعني في وقت تنظيم المعرض وايضا شغل الصالون والسبا، يعني لازم في هناك بعد جهه، يعني عندكم بنات مثلا معينات يعني لازم ينقلون هذا الشيء للسوشيال ميديا عشان المعرض يكون فيه اقبال كبير. فعلا هو ابتدى المعرض امس، كان الافتتاح اللي هو يوم الاربعاء، وراح يستمر ان شاء الله باذن الله لحد يوم السبت. فمن بدايه حضورنا للمعرض يعني نحن قلنا افتتاح وكذا، هو يصادف يعني على وسط الاسبوع فلنقل، يعني ما هو بالويكند نفس اليوم اللي هو الخميس. نعم. فقلنا يعني الحضور راح يكون حضور عادي، بس بالعكس يعني تفاجأنا ان الحضور جدا يعني كان كبير. حلو. يعني الكل عرف فيه، وحتى ساهموا بنات قطر انه هو ينتشر، انه هو يعلن عنه. مثلا كانت من ضيوفنا الاعلاميه القطريه ايمان الكعبي، نعم. البلوجرز اللي حضروا كانوا موجودين، منهم مبدعون قطر اللي جدا مهتمين ان هالامور تنتشر بطريقه يعني يوصل ابداع قطر لاهل قطر. نعم. عندنا منظمه معرض ديزاينر كانت موجوده، بنت برزان كانت موجوده، بالنسبه للفنانه التشكيليه موضي الهاجري كانت موجوده. بالعكس يعني هذه الامور جدا يعني هي تساهم، هي تدعمنا نحن لما نحن نعمل معرض خيري ونشوف في ناس تدعمنا ان نحن نوصل، ان نحن ننتشر، ان نحن نتجه اتجاه صح للخير. طبعا هالامور الخيريه طبعا عندنا في الدوحه يعني بشكل عام تحصين الواحد يندفع لها ويقوم فعلا فيها. صحيح. اختي هاجر علي سكرتيره ومتحدثه رسميه باسم المعرض الخيري في صالون مركز الزينه الصحي، يعطيكم العافيه على هذا المعرض الجميل وان شاء الله كل التوفيق لكم. وانا اشكرك جدا جدا لاستضافتك، واشكر الرعاه الرسميين اللي هم دعموا المعرض. بالنسبه لامسيتي للمناسبات الراعي البلاتيني ماي فير الراعي الذهبي، وكعكي كوكيز هو الراعي الفضي، اشكر جدا تنظيمهم، اشكر ضيافتهم، واشكر جدا الاستضافه. العفو حبيبتي، واجبنا وكل الشكر لكم. مشاهدينا ومستمعينا ننتقل لموضوع اخر تماما. تعمل وزاره الصحه العامه بالتعاون مع منظمه الصحه العالميه على تطبيق مبادره المستشفيات الصديقه للطفل في طبعا جميع المستشفيات والمراكز الرعايه الصحيه الاوليه في الدوله، ولهذا نظمت وزاره الصحه العامه ورشه عمل موسعه حول الموضوع. خلونا نلقي نظره طبعا على هذا التقرير مع بعض. نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة تدريبية حول مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل بمشاركة 40 من مقدمي الرعاية الصحية من الوزارة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الخاصة في دولة قطر. تهدف هالمبادرة إلى أن اعتماد جميع المستشفيات في دولة قطر أنها تكون مستشفيات صديقة للطفل، بحيث أنها تقدم البيئة الداعمة لتعزيز الرضاعة الطبيعية. كما تعلمون أن في دولة قطر عندنا سوء تغذية من ناحية زيادة الوزن والسمنة، 70% من المجتمع القطري البالغين لديهم زيادة في الوزن والسمنة. تهدف هالمبادرة بإذن الله تعالى أن إحنا نقدر نرفع نسبة الرضاعة الطبيعية، بحيث أن إحنا نقدم التغذية السليمة لأطفالنا ونقيهم من الإصابة من سوء التغذية سواء زيادة وزن أو سمنة.
وكما تعلمون أن آخر مسح أجري في دولة قطر عام 2012 أثبت أن 29% فقط من الأطفال هم يتلقون الرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة 6 شهور. نهدف بإذن الله مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة القادمة 2017-22 إلى أن تكون نسبة الرضاعة الطبيعية في دولة قطر أعلى من 50%، بحيث أنها تحسن مستوى صحة أطفالنا وأيضا صحة الأمهات. هدف الرئيسي للورشة اليوم إن نشجع الأمهات على الرضاعة الطبيعية حق أول 6 أشهر بدون أي حليب أو أكل ثاني، لأن هذا له فوائد مو بس حق الأم، حق الطفل بعد. أولاً إنه بيقوي العلاقة بين الأم والطفل، ثانياً إنه بيقوي مناعة الطفل، ثالث بيقلل فرص إصابات للأم لأنواع السرطان، وبعد إنه بيساعد الأم إنه ترجع لوزنها الطبيعي، لأنه يحرق بين الرضاعة الطبيعية تحرق بين 500 إلى 700 سعرات حرارية في اليوم. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أطلقت مبادرة المستشفيات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في عام 1991، وتم تنفيذها في العديد من البلدان ولاقت نجاحاً مميزاً. مشاهدينا، من الصحة إلى السياحة مع أخوي حمد الفياض، خلنا نشوف إيش عنده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ومثل ما عودناكم في فقراتنا السياحية ناخذكم لمكان جديد. الكونسبت اللي احنا موجودين فيه اول كونسبت اسباني في قطر، ولكن تحت إدارة قطرية. طبعا هذا الفندق يسمى ميليا. خلنا نتقهوى ونكمل لكم السؤال. المميز في هذا الفندق انه في اكثر من 317 غرفة، وهذه الغرف كلها إن شاء الله بناخذكم في جولة فيها. غير المطاعم اللي موجودة فيه، عندهم 3 مطاعم، واحد هندي، واحد أسباني، واحد تركي بس بيفتح قريب، غير اللوبي اللي احنا موجودين فيه. طبعا نخلص من اللوبي نطلع نشوف ايش عندهم، لأن أنا أجيب لكم شيء جديد ومميز وبعد كونسبت قطري. طبعا مشاهدينا، وصلنا الان للطابق الثالث اللي هو فيه الجيم وفيه السويمنج بول. احنا الان في حمام السباحه، ومثل ما تشوفون الفيو اللي موجود هني وجماليه المكان وسط الابراج اللي موجوده هني، اعتقد تعطينا جماليه كبيره. وبعد في فيو ان احنا نقدر نشوف منه اللؤلؤه وكورنيش الدوحه الجميل. كثير منا اول شيء يسويه اول ما يوصل الفندق انه هو يدور على السبا اللي موجوده فيه. ليش؟ لان احنا من خلال السبا اللي موجوده ممكن نستمتع باشياء كثيره. يمكن تعودنا على ماركات عالميه وتعودنا على ماركات احنا شفناها في دول كثيره، ولكن اعتقد هذه الماركه بتشوفونها قريب في اماكن كثيره بتوصل العالميه. هذه الماركه ماركه قطريه اسمها لكشري سبا، وهي موجوده في ميليا لاول مره، وان شاء الله بيكون لها انطلاقه في السوق القطري. اللي شفناه موجود وبتشوفونه معانا من خلال اللفه داخل هذا السبا، بتشوفون انه في مساج، في اهتمام بانواع المساج، مش فقط انه هو مجرد تريتمنت للجسم او مساج للجسم، ولكن في اشياء يتعاملون معها انه هو طبيه، انه هي توصل لمرحله ان انت ممكن تسوي استرتشات للعضلات للعظام اللي موجوده في جسمك اساس انت تمارس حياتك بشكل اكبر. غير كذي في عندهم بعد الشعر، في عندهم لتنظيف الاظافر، المساج، في عندهم بعد الغرف الخاصه بالجاكوزي، وفي عندهم سبيشال تريتمنت، بمعنى ان انت اذا عندك مناسبه خاصه ممكن تجي انت وهلك تستمتعون بالاجواء اللي موجوده هني في مكان خاص لكم انت، ولو حق خواتنا بعد نفس الشيء ممكن يجون يستمتعون بزاويه خاصه او بركن خاص فيهم. جميل ان احنا نشوف براند قطري او ماركه قطريه الان توصل وتنافس العالميه وتقدم الستاندر اللي موجود في اي سبا تشوفها في العالم، اللي هو صار له مئات السنين وماخذ دعم وانتشار حول العالم. الان نشوف هذا الدعم موجود والاقتصاد موجود، والان دور ان احنا ننطلق في شيء اخر. بعد السبا نروح الغرف نتعرف عليها.
وصلنا للغرف، والمميز ان اول مره اسمع في شيء اسمه فاميلي روم. فاميلي روم شلون فاميلي روم؟ ليش غرفه للعائله؟ بالفعل هذه المساحه اللي موجوده احنا نعتقد انها هو سويت، ولكن هي غرفه تشيل 2 ادلتس و2 من الاطفال، يعني 4 اشخاص ممكن يقعدون في هذه الغرفه، وممكن نوفر لهم طبعا سراير من خلال الفندق. الجميل ان اول ما تدخل تلاقي الحمام الله يعزكم وغرفه الملابس، على اساس يعطون مساحه كافيه في الغرفه هني ان تستمتع فيها والاولاد يستمتعون بهذا الفيو المميز. خلونا نشوف غرفه ثانيه ونقول لكم شلون حجم السويت عندهم. وصلنا للجونيور سويت. جونيور سويت هو يعتبر اصغر سويت موجود، غرفه مثل الغرفه اللي ورناكم اياها، ولكن الاجمل ان انت عندك الله يعزك حمامك وباب تسكره على اساس يعطيك كامل البرايفسي مع عائلتك. عندك ضيوف هني في مساحه جيده وكنب ان انت تقعد فيه، غير ان في مكتب تقدر تخلص شغلك كله موجود. جميل ان احنا نشوف هذا الكونسبت الاسباني ولكن في دولتنا العزيزه قطر باداره قطريه، ويطلع هذا المنتج الجميل. نتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله يعني نشوف سلسله اخرى من الفنادق بهذا الكونسبت. وصلنا للطابق الرابع، والطابق الرابع فيه مطعمين مميزين، المطعم الهندي اللي احنا موجودين فيه هو سيجنتشر، وفي المطعم الثاني اللي هو المطعم الاسباني. ومثل ما تشوفون من اول ما تدخل تشم بهارات وسوالف الاكل الهندي الجميل، وبنروح الحين نوريكم المطعم الاسباني. وصلنا للكونسبت الاسباني، وهذا من المميز انه يكون في مكان نتعرف فيه على الثقافه الاسبانيه والاكل الاسباني، هو مطعم اساتيه، وهو يعتبر هذا المطعم بترجمتنا العربيه زيت الزيتون. خلينا نجي ونجرب بنفسنا. مشاهدينا وصلنا لنهاية فقرتنا السياحية في فندق ميليا. طبعا هذا الفندق اللي هو كونسبت اسباني وبإدارة قطرية. اشياء كثيرة تعلمناها هني في هذا الفندق، تعلمنا ان السبا مش مجرد شيء واحد، لا عندهم اوبشن كثير، والسبا اللي موجودة عندهم بالكامل كونسبت قطري من الفكرة للتنفيذ. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق ونشوفهم على مستوى عالمي. وفي النهاية نقول لكم تعالوا عشان تشوفون وتجربون بنفسكم، لان التجربة تختلف من شخص لشخص. في هذه جولتنا المميزة نتمنى أنكم استمتعتم معنا، على أن نلتقي معاكم في جولة ثانية الأسبوع القادم بإذن الله. تقبلوا منا أجمل التحايا، فأمان الله. مشاهدينا ومستمعينا، من هالفقرة وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا لليوم الخميس، والخميس الونيس. نلقاكم الأسبوع الجاي مع فقرات مواضيع جديدة بإذن الله، وخميسكم فلة. مع السلامة.